بالنسبة يا شيخ لحدود لباس المرأة عند النساء، ما هي ضوابطه؟ ضوابطه كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه من الكعب، كعب الرجل، إلى الكف، كف اليد. هذا ضوابط لباس النساء في البيوت في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما في السوق فإنه يجب أن يكون عليه ثياب طويلة تستر الأقدام، حتى أن أم سلمة سألت النبي صلى الله عليه وسلم فأذن لها إلى شبر، قالت إذا تنكشف أقدامهن، قال فيرخين إلى الذراع لا أزيد.